النهارده هعمل سلطه الكولسلو، من السلطات اللي ما نقدرش نستغنى عنها جنب المشويات وشيش طاووق والبانيه. هي وصفه نقدر نقدمها جنب حاجات كتير قوي. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه، مش هتاخد معاكم 5 دقايق تحضير. هقدمه النهارده مع رز بالخلطه وبانيه، تقدروا تقدموه مع اي حاجه انتوا عايزينها. ياريت لو عجبكم وصفه النهارده ما تنسوش اللايك، ولو لسه مش مشتركين في قناتي انزلوا يلا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفه جديده انزلها. ويلا بينا نبدا في وصفتنا. دي كل المكونات اللي هحتاجها عشان اعمل كولسلو زي كنتاكي بالظبط. كل مقادير المكونات هتكون تحت الفيديو في صندوق الوصف. الخضار اللي هحتاجه كرومبه صغيره او نص كرومبه كبيره، او ممكن تستخدمه خس، وجزرة واحدة. كمية الكرنب بتكون اكتر من الجزر. واحتاج نص كوباية مايونيز، معلقتين كبار سكر، التوابل بقى نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بودرة بصل، وملح حسب الذوق. انا استخدمت نص معلقة صغيرة ملح، 3 معالق كبار خل تفاح، وعصير نص ليمونة. بالنسبة لتقطيع الخضار، في ناس بتحبه مفروم ناعم وفي ناس بتحبه مفروم وسط. أنا هبشره بالحجم الوسط. هبشر الخضار كله. هجهز بقى الدريسنج بتاعه، هضيف السكر والخل والتوابل. كل المكونات احطها على بعض واقلب كويس لحد ما كل حاجة تتخلط مع بعض. وبعدين هضيف الخضار عليه وقلب كويس. وعشان ناخد نفس الطعم بتاع كولسلو كنتاكي، هغطيه واسيبه في التلاجة ليلة كاملة عشان الخضار يدبل شوية والطعم اللاذع بتاع الكرنب بيختفي، بيكون قوامه مظبوط وطعمه حلو. كده الكولسلو بقى جاهز. هقدمه مع بانيه برز بالخلطه. بجد طعمه كان حلو قوي، نفس كنتاكي بالظبط. وصفه ما اخدتش وقت خالص، 5 دقايق وبقت جاهزه، والمكونات موجوده في كل بيت. بالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. واشوفكم تاني على خير قريب في فيديو جديد. وباي باي.